صباح النور جان بيير، واهلا وسهلا فيك. بدايه، ماذا نعني بتليين حركه الوركين؟ يعني نحن بنكون قاعدين كل النهار مثل ما قاعده حضرتك، قاعدين على المكتب عم نشتغل، وركنا مطوي وعلى نفس القعده، عضلات بتطول، عضلات بتقصر وبشدوا وبسببوا لنا اوجاع ومنهم وجع الظهر. نحن لازم نحركهم بطريقه معينه لحتى نقدر ما يصير عندنا وجع وما يصير عندنا تشنجات اخر الليل، نقدر ننام مرتاحين. لاي درجه مهم انه احنا نركز على تليين كما ذكرت؟ احيانا دائما، مش احيانا، دائما ما نركز على تقويه العضلات وليس تليينها، واطفاء هذا النوع من المرونه على العضلات ربما بيساعد على تخفيف من الالام اللي ممكن نتعرض لها. صح، نحن بطريقه شغلنا وخصوصا هلا من بعد جائحه كورونا صار كله على المكتب واونلاين، وهيدي السبب من الاسباب يلي بخلينا انه يشدوا عضلاتنا. نحن نركز نروح على الجيم او على النادي الرياضي لحتى نقوي عضلاتنا، بننسى انه في شق كثير مهم اللي هو التليين، ما بنعمله، بنعاني من اوجاع بعدين. اذا خلينا نبلش في تمارين اليوم، بالتاكيد نتناقش في النص. يلا انا رح بلش على الارض وبعدين ننقل كانه قاعدين على المكتب وكانه نايمين على التخت. رح بلش من الارض اللي هي الاصعب. رح بلش بطريقه 90 درجه، صار رح احط اجري 90 درجه هون و90 درجه هون، ورح احط ايدي على وركه وجرب ابرم مثل ما شايفه. ببرم، اكيد بدي يكون عم حس باوجاع، كمان برجع ببرم بالعكس بعد للعشره، في ضاين للعشرين اذا في ضاين، بس خلص هذه الحركه قبل ما ابرم للاجر الثاني. رح جرب رجع اجري لورا مثل ما هي، وهيدي الاجر جيبها لهون وجرب قد ما فيي انزل بهذه الطريقة. بس جان بيير كأنه هذه التمرين بتحتاج أنه يكون عندك قدر من المرونة عشان تبتدي فيها. طبعا، بس نحن منبلش شوي شوي، يعني نحن إذا ما وصلنا ل 90 درجة فينا نبلش بهذه الطريقة، ونرجع منروح ل 90 درجة بنفتحها، وشوي شوي كمان بس منا ننقل على هذه الحركة فينا نبلش هيك، ونبلش نزيح إجرنا شوي 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 لورا، أكيد تكون أخذها وقت، وبننزل لتحت وبناخذ هذه المرونة الكاملة. كمان ثاني ميلة، هلا بتشوفي ساره انه نحن الميلتين منهم مثل بعض. صح، يعني انا هلا بتشوفي ميلي غير ميلي رح تشتغل. طب ليه دائما بيكون في جهه اقوى من جهه او جهه اكثر مرونه من جهه اخرى؟ على طول انت لما تقعدي اذا حطيتي اجر فوق اجر عم تقعدي على ميلي من جسمك، كمان انت عم تسوقي السياره ميلي وحده بتكون عم تشتغل وايد وحده عم تتحرك، الايد الثانيه بتتحرك بشكل اخر، هيدي بتخلق اختلاف بالتوازن الجسم. نحن هون شغلتنا نرجع نحسنه. وهنا التمرين بيكون انه نركز على الجهتين بنفس القوة، ولا انه الجهة الأضعف نضغط ربما عليها أكثر؟ لا بنفس القوة، بيوصلوا لنفس المرحلة سوا. ممتاز. كمان مثل ما قلت بدي أرجع أبرم بهذه الطريقة، وكمان بحط إيدي على خصري وببرم بهذه الطريقة. هون بكون عم لاقي صعوبة أنا وأوجاع يلي بكون عم جربها معي بالبيت بكون عم بحس فيها. كمان هيدي الإجر هلا مثل ما ملاحظة أنا رح أعاني لحتى أبرم على هيدي الإجر، بدي لاقي صعوبة، هذيك كانت هون، هيدي ما عم توصل إلى هون، أكيد في ميلة غير ميلة. هلا التمرين الآخر اختار جيب عصاية، هلا عصاية بالبيت عندنا إياها لتساعدنا لحتى نعمل نبرم إجرنا، شو رح أعمل؟ رح جرب حط العصاية هيك بهذا الشكل وأدفشها لورا، مثل ما شايفة أنا إذا بدي أحط إيدي بدها توقف هون، بينما العصاية عم تساعدني أكثر تعطي مدى أكثر. أكيد، أنا ونايم بجرب أدفشها قد ما في، هيك بكون عم بفتح عضلات البرك. كمان بعد للعشرة كمان بروح لتاني ميل بالعكس مثل ما شايفه ساره وببرم، هون عم بقدر شد انا اكثر، بينما اذا بتلاحظي بايدي بوصل لمرحله ما بقى تشد اجري، ما بقى تبرم. صح، بالعصايه عم ساعدها لحتى تبرم اكثر بهذه الطريقه، هيدي بالعكس شايفه قد ايه برمت اجري، وكمان بهذه الطريقه لهون عم شد اكثر. هلا التمرين الثاني كمان بده يكون، رح احطها هيدي هون العصاية ورح شد فيها، اذا لقيت ما عم بقدر شد فيي حط كواعي وشد فيهم اكثر، مثل ما شايفه صارت عم تفتح اجري اكثر. كمان لتاني ميل، هيدي بذكر انه هي لازم تكون ممدوده على الاخر منها مطويه، بشد فيها، اذا حسيت انه بدي اكثر شد بروح على كواعي وبشد اكثر. بخلص من شغل العصاية، رح احط اجري فوق بعض بهذا الشكل، اكمشهم، في اكمشهم بشكل الاكس في اكمشهم جالس، ورجع راسي لورا وشد على الاخر. ساره التمرين يلي وراه رح يكون رح احط اجري حد بعض ورح جرب اسحبهم قبل ما اقعد على الارض، وهلا بتشوفيه واكيد بتكوني شايفتيه باليوغا، هيدي الطريقه بتخليني جهز
لهيدي البوزيشن او هيدي الوضعيه اللي هي بهذا الشكل. معظمها جون بيير هي الحركات اللي بيعملوها الاطفال في لعبهم اليومي، وربما عشان كده هم بيكون عندهم اكبر درجه من صح الليونه في بيكون عندهم ليونه، وهي بنخسرها مع الوقت من شغلنا على المكتب بهيدي الطريقه. بس خلص هيدي بكون وركي صار جاهز لروح على تمارين بعد اصعب. برجع بنام، رح احط اجر فوق اجر، ورح اسحب اول شيء من فخذي من تحت اجري لعندي، وبس اتقدم بالمراحل وحس حالي عم بقدر اسحب اكثر بعلي لركبتي لفوق. وهون بكون عم حس اوجيع هيدي الميل مش هالميل. انا صحيح عم شد بهالميل، بس الهدف اللي انه بتتمرن الثانيه، الهدف انه شد هيدي هيك، وعم بستعين باجري لحتى شدها. كمان بذكر انه راسي لازم يكون على الارض، ورقبتي ما لازم تكون لا مبرومه لا شمال ولا يمين جالسه. كمان بدي اعد للعشرة، نروح لتاني اجر، اكيد رح نعمل اجرتين مثل بعض. نروح لتاني اجر، هلا التمرين الثاني اللي رح اعمله ورا هيدي الشغله. جون بيير الوقت اللي المفروض نفضل فيه على كل وضعيه لننتقل للوضعيه اللي بعدها من 10 ل 30 ثانيه، هيدي بتحددها ليونه جسمنا قد ايه نحن قادرين نتحمل الوجع. بس نخلص هيدي رح جرب ابرم اجري مثل ما شايف شمال ويمين. هون بكون عم حرك اجري وعم قوي الدوره الدمويه فيهم من بعد الستريتشنج اللي عملته. بخلص هيدي ساره رح روح على كرسي المكتب، لنقول نحن قاعدين على كرسي المكتب في عندي تمرين على طول انا بشدد انه لازم نعمله. اهم التمارين جون بيير، لانه احيانا بطول الجلوس في المكاتب بنفتكر انه ما عندنا فرصه نمرن او نحرك العضلات لانه احنا موجودين، ولكن تمارين حتوري انه ممكن تتعمل تمارين رياضيه. هذا التمرين اللي فينا نعمله نحن قاعدين بالمكتب بالبريك تبعنا بفنجان القهوه بشربه المي. مثل ما انا بقرب ظهري جالس كواعي لقدام، وبجرب جلس وادفش بكواعي لهون. نفس التمرين اللي كنت عم بعمله على الارض بس بطريقه اخرى انا وقاعد على المكتب، كمان بين 10 و 30 ثانيه. ثاني اجر بنفس الطريقه جالس، تذكر ما لازم يكون ظهري مطوي، لازم يكون ظهري جالس واقدر شد. التمرين الثاني اللي رح اعمله انا وقاعد بالمكتب كمان رح جرب طال اجري بهذا الشكل. كمان بدي عد للعشرة او بين 10 و 30 ثانيه، هدول تمارين كثير هينين اعملهم. كمان بالمكتب جرب اكمش جنب الكرسي وحرك سنسلة ظهري بهذه الطريقة، كمان بتاني طريقة. هلا التمرين يلي رح يكون كثير صعب، نحن قبل ما نقوم من التخت يلي هو نحن ونايمين بالتخت بنطلع نص جسمنا لبرا، ساره نصه النص الثاني هيدا، والاجر بدنا نجرب ننزلها لتحت. مثل ما شايفه انا ونايم ما بتوصل لهي المرحلة، بنزلها لتحت لحتى نعمل ستريتشنج لهدول العضلات. واخر تمرين رح يكون لليوم هو بهيدي الوضعية، أكيد كمان بتكون شايفتي باليوغا. راح حط إجر قدام وميلي على ركبتي وجرب ميل لقدام، ومثل ما أنا برجع إجري لورا وبجرب كوعي ينزل لحد إجري. وهون بكون عم شد على الورك لحتى يفتح على الآخر. التمرين بعد ورا هيدا رح يكون بهذا الشكل، رح جرب أبرم مثل ما أنا وهيك بكون عم بفتح عضلات فركي من هون ومن هون، واكيد بدي اعملها الميلتين. وهون بكون وركي صار جاهز وعم يتحرك بشكل طبيعي وبشكل صحي لاقدر مارس حياتي الطبيعيه. والاهم انه دائما نفضل بنتحرك ونفضل عندنا حيويه انه نتمرن، وايا كان التمرين حتى لو كان بسيط ولو كان تمرين استطاله حيكون مفيد جدا في التخفيف من الالام واعطاء جسمنا كمان قوه اكبر. طبعا طبعا، يعني لو حتى ما عملناهم كلهم، ما عندنا وقت نعملهم كلهم، نعمل اثنين منهم اليوم اثنين منهم بكره، كل يوم نعمل اثنين منهم بضل يفيدونا احسن من المشي. طيب احنا عندنا دقيقه بعد، فسحر بتقول اذا حابب تعطينا نصائح تساعد على تليين الاوراق، لانه فعليا هي ربما تكون المشكله الاكبر نظرا في سنتين احنا قاعدين فيها. طيب في الكنب هلا بعد بنعمل حركه ما زال معنا دقيقه، هذه الحركه رح تكون بهذا الشكل، رح احط اجر فوق اجر، رح جيب كوعي لايدي ورح جرب ابرم مثل ما انا كلني سوا، وابرم رقبتي معها، رح اعملها لتاني ميل لشوفوها المشاهدين. كوعي على ركبتي وببرم كلني سوا. هون بكون عم بعمل مش بس ايطالي وتليين للوركي لسلسله ظهري كمان بهذا الشكل. هلا وحده ثانيه بنقدر نعملها بنفس الوضعيه، حط اجر فوق اجر وبجرب ابرم كلني سوا واكمش كوعي، واكيد رقبتي رح تكون لتاني ميل
هيدي واحدة من الصعبين ويفضل أن يكون حدا معنا لحتى يساعدنا فيهم أكيد بهذا الشكل. وجهي لعند سارة وببرم جسمي بالعكس وبقدر ساعد حالي بإيدي. هدول التمارين فينا نعملهم، هول صاروا تمارين ادفانس سارة، يعني متقدمين، فينا نعملهم بس يكون صار وركنا لين جدا جدا وبنستفيد منهم. ولكن نتائجهم رائعة، يعني ربما لأنه معظم التمارين أنا مجرباها ففعلا تمارين نتائجها رائعة جدا. شكرا جزيلا. شكرا لكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. بالتأكيد، شكرا جزيلا.